ما الدليل على أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر بإذن الله؟ روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ضرب خيمة، أي نصب خيمة على قبر، فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فقال مصدقا له: هي المانعة هي المنجية، أي تمنع عن صاحبها عذاب القبر وتنجيه من أهواله. وروى الضياء المقدسي عن أنس وابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له: تبارك الذي بيده الملك. فالذي يثبت على قراءتها يا أحبابنا كل ليلة لا يعذب في قبره ولا في الآخرة بإذن الله. ومن فضل الله ورحمته أن المرأة التي تداوم على قراءتها إلا في حال الحيض والنفاس لا يمنعها من حصول السر لها.